أنا عبد الله الصالحي فنان تشكيلي. هي القصة يعني استنبطتها من نفسي عندما خرجت من اليمن رحلت إلى إسبانيا. اخترت الألوان أنها تكون زاهية وباهية لسببين. السبب الأول أنه لافت النظر أول ما يتمشى، لأني مطلع على الشارع ليست للمدرسة، فأول ما يشوفها الماشي يلتفت سريعا يشوف ما الذي يوجد داخلها. بعد كذا يفكر ما هذه الحكاية، ما هذه الحروف، ما هذه، يجذبه إلى الانتباه والتفكير. Adula se fue a otro país, a un país que ni siquiera conocía porque tenía unos estudios. Y él, cuando quiso volver a su país, no pudo porque su país estaba en guerra. Y entonces solo le daban el país donde él no conocía era Argelia. Y no se podía quedar en Argelia, pero tampoco podía ir a Yemen. Entonces tuvo que venir a España. استلهمنا فكرة الجدارية من الأطفال، تكلمنا مع الأطفال بحيث أن احنا نستلهم من الأطفال الفكرة الفنية. حكيت لهم القصة تبعي اللي كيف أنا أتيت إلى إسبانيا وكيف هي الرحلة كيف كانت. بعد ذلك قام الأطفال برسم رسومات تعبر عن هذه الرحلة. اليوم التالي أتينا إلى هنا وبدأنا الرسم وبدأنا التشكيل. بالنسبة للقارب بشكل ورقي، احنا أو الفكرة هي أتت من الأطفال فقط، أن القارب يرمز إلى البحر بحيث أنه يكون مبسط. القارب هو رأس القارب متجه إلى الأمام، والحركة تبع البحر تعبر عن الأمواج. أنا في كثير أصحابي سافروا عبر البحر إلى إسبانيا، وكان لهم كل واحد عنده حكاية مع البحر. الرسمة اللي بيسافر بينظر إلى الوطن تبعه كأنه بيقول له مع السلامة أو الوداع إلى لقاء آخر إلى كذا، كأني النظرة الأخيرة يشوف. أما بالنسبة للشجرة اللي في الجهة اليسرى، هي ليست لديها أوراق، فهي بشكل ناشف أو ليس لديها، كأنها قريبة الجفاف، فهي تعبر عن الحالة الآن الذي وصلتها اليمن والدول العربية التي تعاني من الحروب والمأساة. كانت الحروف العربية تعبر عن العرب عندما مهاجرين إلى أوروبا، وأنه بالنسبة لي أنه الهجرة من الوطن قد تكون في بعض الأحيان هي صعبة للواحد، أنه يترك بلده يترك أهله يترك بس في نفس الوقت هي شيء جيد بالنسبة للشخص المسافر. بالنسبة للأهل، قد يكون أنه عندما يهاجر الشخص من بلده يقابل شغل جديد، يقابل شيء ويساعد أهله بنفس الوقت. وفي مقال يقول: سافر فأنت لست شجرة، فلا تثبت في مكانك.